لا، بالنسبة للأمراض بحال اللي قلنا، إلى شفنا شنو حاليا الأمراض اللي تتعالج. كاين الألم بحال اللي قلنا، لأن المشكل ديال الألم هو أنه كاين حالات اللي للأسف تتكون مستعصية لجميع الأدوية اللي حاليا متوفرة في السوق، فبالتالي يعني أي إضافة بالنسبة للمريض تتكون واحد الإضافة اللي هي كبيرة. وبطبيعة الحال المستخلصات ديال القنب الهندي والأدوية اللي تنتجات من القنب الهندي برهنات على أنها تتعطي ذاك الإضافة، وعدد ديال المرضى تقدروا يتحسن الحالة ديالهم. بالنسبة للمسألة ديال التشنجات فيما يخص الباركنسون، ثم كاين عدد ديال الامراض، منهم مثلا الامراض الالتهابيه، لانه تبين على انه ذوك المكونات اللي كاين في القنب الهندي عندها امكانيه انه تسيطر على الجانب الالتهابي، فبالتالي عدد ديال الامراض الالتهابيه منها ديال المعده والامعاء تتستفد. وكاين يعني ادويه اللي تطورت في هذا الصدد. بطبيعه الحال هذه دابا فرصه ومجال تتفتح بالنسبه للبحوث، وظنيت انه الطريقه الامثل هي كيف ما كانوا واحد الاطروحات ودراسات اللي تبنات عليهم تقنين ديال الاستعمال الطبي، اليوم لازم واحد يعني مناظرات وتشارك ما بين جميع الفاعلين على مستوى البحث الزراعي، على مستوى البحث الصيدلي، ثم بطبيعة الحال مع الأخصائيين الأطباء في جميع التخصصات، يعني محاولة تطوير وشنو الإضافة اللي يقدر تعطي هذه النبتة بالنسبة لكل تخصص. هو في الغالب لحد الآن يعني الاتجاه ديال الأدوية اللي عندنا هو أدوية اللي تتخفف الأعراض المرض. للأسف مازال ما لقيناش بحال نقولوا احنا الدواء اللي غيحد هذاك المرض. في هذا الإطار كاينه أبحاث، ولين لحد الآن مازال ما يعني ما تطورش أي دواء. واش هذا القنب الهندي غيكون عنده دور في يعني في هذا الجانب أو الآخر؟ لحد الآن ظنيت غادي يكون عنده يعني دور ربما في الجانب الأول اللي هو تخفيف الأعراض. بالنسبة يعني الجانب الثاني، يعني بحال نقول احنا المجال ديال البحث هو شاسع، وجميع يعني الإمكانيات راها تتدرس، مما صعيب الإنسان يقول واش غيكون عنده واحد الدور، لأن لحد الآن يعني تبان هذه المسألة شوية صعبة، مي إن شاء الله في المستقبل علاش لا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.